جينا على مدرسة الجنوب هنا فكرناها انهم قالوا لنا الاندونيسي انه في المستشفى الاوروبي، فتفاجئنا انهم حطينا في مدرسة، وهنا عندنا نقص في المياه ونقص في الغذاء ونقص في الاسرة تاعون الجرحى مش ملائمة لهم، لانه اسرة عسكرية هذه وفيش امكانية ان المريض يرتاح عليها. بس اللي فوق هو المشكلة. طب يا ندى، لو معك أمنية واحدة وراح تحقق هذه الأمنية، إيش راح تكون الأمنية؟ تخلص الحرب.